عناصر وزارة الداخلية يقومون بواجبهم الوطني مؤكدين متابعتهم لتدريباتهم الأمنية للحفاظ على أمن المواطن رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد. أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية أهمية نقل الصورة الحقيقية للعالم لما يجري في سوريا من تشويه وتحريف للواقع. وأشار خلال لقائه وفدا شبابيا يمثل اتحاد الشباب الشيوعي بجمهورية التشيك إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي خلال الأزمة، حيث خرجت من الخدمة ما يقارب 5000 مدرسة، وقدرت أضرار القطاع التربوي بنحو 235 مليار ليرة، كما قدر عدد شهداء القطاع التربوي ما يقارب 1000 شهيد، منهم 500 طفل. وأوضح الوز أن هاجز الوزارة الأول هو ضمان سير العملية التربوية وإعادة إعمار المدارس التي تعرضت للتخريب على أيدي المسلحين، ومتابعة إيجاد الحلول البديلة للمدارس التي استخدمت كمراكز للإيواء. من جهته أشاد الوفد بموقف سوريا المتماسك والصامت في ظل الأزمة، والذي تجلى واضحا من خلال التصميم على افتتاح المدارس وانتظام العملية التربوية فيها، مبينا حرص الوفد على نقل الصورة الحقيقية للمؤامرة التي تستهدف سوريا بعد أن بدأت خيوطها تنكشف. وخلال لقائه الوفد التشيكي، أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الإعلام السوري يخوض معركة حقيقية في مواجهة الحرب الإرهابية التكفيرية التي تتعرض لها سوريا، ويقوم بمهام كبيرة للتصدي لحملات التضليل والتزوير التي تقودها وسائل الإعلام المعادية رغم التحديات والمخاطر والصعوبات التي تفرضها الظروف الراهنة، مشددا على أن معاداة الإرهاب أينما حل ليست فقط واجب أخلاقي بل هي واجب وطني أيضا، وأن كل الأحرار والعقلاء في العالم يجب أن يكونوا في صف واحد لمواجهة العدو المشترك بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية والعقائدية. بدورهم أعضاء اللجنة المركزية في اتحاد الشبيبة الشيوعية في الجمهورية التشيكية أكدوا أن زيارتهم لسوريا تأتي بهدف كشف التزوير والتضليل الذي يحاول الإعلام المعادي من خلاله تشويه الحقيقة، معربين عن أملهم بعودة الأمن والأمان لكافة أرجاء الأراضي السورية والعالم، وأن يحل السلام بين الشعوب. زيارتنا في هذا الوقت هامة جدا لنا كممثلين للشبيبة من بلاد مختلفة، وهي فرصة لندعو الشباب في تشيكيا لزيارة سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع، ولننقل لإعلامنا المعلومات الحقيقية، فما يبث عبر الصحف والتلفاز التشيكي مغاير لما يجري على أرض الواقع.